السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: وعود مكافحة المخدرات واصطدامها بالواقع في العراق. مشاهدينا الكرام، سينضم إلينا في هذه الحلقة الأستاذ عمر الحلبوسي الخبير الاقتصادي، وأيضا بإمكان حضراتكم المشاركة معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. عقدت حكومة محمد الشاع السوداني المؤتمر الإقليمي لمكافحة المخدرات الذي أقيم في بغداد وشمل 8 دول شاركت فيه من أجل مناقشة خطر المخدرات وسبل مكافحتها. وأطلق السوداني مجموعة من الوعود القاضية بمحاربة تجار المخدرات وتجفيف منابعها في العراق، وتأتي هذه الوعود بعد أن انتشرت المخدرات كالنار في الهشيم، وتحول العراق من بلد كان لا يعرف المخدرات قبل 2003 إلى ممر ومصنع كبير لتجارتها وتعاطيها، فطالت 50% من شباب العراق. ولم يقف الأمر عند المدنيين فقط، بل طالت المخدرات أيضا القوات الأمنية المسؤولة عن مكافحة هذه الآفة ومحاربة تجارها، إذ تشير الإحصاءات الدولية والمحلية إلى وجود مدمن على المخدرات من بين كل 3 عناصر في الأجهزة الحكومية، وهو رقم مخيف يدفع إلى التساؤل بشأن مصير العراق في أيدي هؤلاء. كما تعتبر إيران أيضا هي المصدر الرئيس لنشر المخدرات في العراق عن طريق أتباعها من الأحزاب والميليشيات، إذ تؤكد مصادر أمنية رفضت ذكر أسمائها حفاظا على أمنها أن 90% من المخدرات التي تدخل العراق تأتي من إيران بمساعدة أحزاب وجهات سياسية. ويقول النائب باسم خشان إن عملية إدخال المخدرات إلى محافظات الوسط والجنوب تتم بحماية سياسية أو من جماعات مسلحة تخشى حتى بعض القوى الأمنية من التصادم معها، كونها تمتلك فرق اغتيالات وقادرة على العبث بأمن المدن. وهنا نتساءل، كيف سيحقق السوداني وعوده بمكافحة المخدرات وهناك جهات سياسية أقوى من الدولة تتحكم بهذه التجارة؟ وما هي الأدوات التي يمتلكها؟ ثم إذا كان جادا بمكافحة المخدرات وتجفيف منابعها، لماذا لا يزال يضع يده بيد أحزاب السلطة وميليشياتها التي تعتبر هي صمام الأمان لهذه التجارة؟ هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام وغيرها سنطرحها في هذه الحلقة، بإمكانكم المشاركة للإجابة عليها. لكن بداية دعونا الآن نتابع هذا التقرير الإنفوغرافيك الذي يبين بالأرقام وبالحقائق بعض ما يحدث في العراق بسبب انتشار المخدرات، لنشاهد. بكل صراحة أن المخدرات التي تأتي إلى البصرة بنسبة 80% من الجانب الإيراني، وبصريح العبارة بأنه أغلب أنه هذه المخدرات أنه تأتي من خلال الحدود العراقية الإيرانية. مشاهدينا، كما تابعتم هذه بعض الحقائق المتعلقة بتجارة المخدرات وتوسع هذا النشاط في العراق بعد 2003،
كما عودناكم في برنامج منبر الرافدين نجري استطلاعات آراء لمواطنين عراقيين من الداخل، وجئناكم هذه المرة بمجموعة من الآراء بشأن قضية تفشي المخدرات وانتشارها، وهل الحكومة جادة بمكافحتها، ومن الذي يتحمل مسؤولية تحول العراق من بلد كان لا يعرف المخدرات إلى ممر ومصنع كبير لإنتاج هذه المخدرات ولتصديرها إلى دول كثيرة. دعونا نشاهد. والله إذا جاد باتخاذ القرارات اعتيادي راح يبين عليها شغلها، بس أنا أتعجب، يعني أوجه سؤالي للدولة، هو أنا ليش أعين شباب لمكافحة المخدرات أو الجريمة وأساساً أنا فاتح الحدود على مصراعيها؟ لو أكو قفل حدود، لو أكو تفتيش، لو أكو المعني مسؤول عليه، كان ما دخل الفار والجريدي إلى بيتي. أي بيت بي سياج بي باب محكم من أبو البيت ينام رغد، أما أي بيت بي سياج وبابه مفتوح وأبو البيت نايم نص عين مفتوحة ونص عين نايمة، هذا اعتياد البيت راح يصير به هرج مرج. فأنا أدعو إلى حكمة هذه الدولة الرشيدة بأنه تعيد النظر في حدود العراق اللي هي أمان، ما بعد أمان الله هو أمان الدولة لحدود العراق، تقفل الحدود العراق ولا تسمح لأي حاجة تدخل إلا بموافقة أمنية أمينة، وليس موافقة أمنية غير أمينة. أمينة بمعنى الكلمة، إذا هي غير تقول ما عندي أمنا، أكو كاميرات، أكو أقمار صناعية تصور عن بعد وهي المسؤولة، زائد قوات الأمن الموجودة. إحنا ما نقول مو كلهم أمينين، أكو ناس خيرين والحمد لله والشكر، وأكو أنفس ضعيفة، فعليه الدولة لازم تاخذ الإجراء. أحسن ما أروح أدق الباب، زين أنا ليش أدق الباب؟ ليش أروح أسوي كبسات؟ أنا ليش ما ألزم حدودي وأعطي إعلام، أفتح الإعلام في كافة الأمور مثل ما الفيس موجود بقوي، إعلامي هم موجود، المدارس، يعني شنو المخدرات سمعنا بالمدارس؟ هاي ما سمعناها إحنا. الحدود السائبة من كل الدول، ما أتهم دولة، كل دول تريد العراق يبقى متخلف وغير متقدم لتصريف أعمالها وتجارتها كائن من يكون. نحن حولنا ذئاب، ايش يرادلنا؟ يرادلنا أسد، أسد صاحب رأي واحد، زين، يغلق الحدود أمنيا، تدخل من الحدود واحنا كلنا نعرف بها، يعني شبابنا، الكوفيهيات، يعني الشغلات الأخرى، وآخر شيء قامت الأمور تتوجه للمدارس مع الأسف، مع الأسف. ويعني يا ريت بعد يصير أكثر ضغط على أمور المخدرات. هاي الحالة مو زينة من البلد، وعلى الشباب، هالشباب هذا اللي مرة قاعد هاي، وهل مو مثلا أشياء بسيطة، مال قوي يندفعون له، ويتأذى الطفل، الشباب تتأذى من هالشيء هذا. نطلب من الحكومة والهاي أن يقضون على هالشيء. مو يطببه للسجين ويطلع منه، يعطي مبلغ ويطلع منه، او يرجع مثل ما كان. مستشار على اكو جماعه ذولا يبيعون ويشترون على مود المال، يدورون المال هذولا، والحكومه لازم شويه تضغط زايد عليهم حتى تقضى عليهم، خاصه ذولا الكبار. هم الصغار هذول شيء، ذولا الصغار اهم شيء، الكبار هم اللي يبيعون ويشترون بهالاشياء المخدرات. مو يطببه بالسجين ويطببه منه ويطلع منه. استمعنا مشاهدينا الكرام إلى جزء من استطلاع الرأي الذي أجريناه في الشارع العراقي، هناك جزء آخر سنستمع إليه بعد قليل، لكن الآن رحب بالأستاذ عمر الحلبوسي الباحث الاقتصادي معنا عبر الهاتف. أهلا بك أستاذ عمر. تحية لكم وللسيدات والسادة المشاهدون الكرام. أستاذ عمر، بداية يعني إذا عدنا بالتاريخ قليلا، قبل 2003 وبعد 2003 إذا يمكن المقارنة، برأيك كيف ولماذا تحول العراق من بلد كان لا يعرف المخدرات وكانت هناك قوانين صارمة تجرم المتعاطين، تجرم التجار، إلى بلد سائب بهذا الشكل، إلى بلد أصبح ممرا، أصبح مصنعا كبيرا، أصبحت المخدرات تنتج فيه وتصدر إلى دول أخرى؟ الحقيقة منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا يشهد العراق غزو كبير
لإنتاج المخدرات أو ممرا كبيرا أصبح للمخدرات وصولا إلى دول أخرى. يضاف إلى ذلك أن العراق أصبح تزرع فيه المخدرات وتنتج، وكل ذلك بسبب استباحة إيران للحدود وتحكمها بمشهد الحكم في العراق، إذ أن إيران ما تدخل بلدا إلا وزرعت فيه المخدرات التي تعتبر أحد مصادر تمويل ميليشياتها وأحد مصادر تمويل حرسها الثوري الإيراني. إذ توجد هناك ثلاثة أبعاد رئيسية تستخدمها إيران في تجارة المخدرات، والبعد الأول هو البعد الاقتصادي. نعم. إذ أن المخدرات تعتبر يعني واردا كبيرا ومصدرا كبيرا لتمويل الفصائل المسلحة الموجودة في العراق، فضلا عن تمويل العمليات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الإيرانية المنتشرة في عدد من الدول، وتمويل حرس الثوري الإيراني وفيلق القدس. وبذلك إيران كرست كل جهدها من أجل والميليشيات الموجودة في العراق كذلك. بالتأكيد أستاذ فاضل، بالتأكيد سيد فاضل، أن الميليشيات الموجودة في العراق مصدر رئيسي لها لتمويل أنشطتها وأعمالها وإنشاء إمبراطورية اقتصادية كبيرة هي من خلال المخدرات وتجارة المخدرات. إذ تعد فصائل حزب الله العراق هي من أكبر الفصائل التي تعتمد في تمويلها على تجارة المخدرات عبر العراق وصولا إلى سوريا ولبنان وإيران وهكذا باتجاهات متعددة. فهذا البعد الاقتصادي. أما البعد الآخر وهو البعد الأمني، أن بسبب انتشار المخدرات أدى ذلك إلى حدوث انهيار أمني كبير في العراق نتيجة لتعاطي المخدرات لشريحة كبيرة من الشباب، إذ وصل الحال أن تروج هذه المخدرات في المدارس والجامعات والمعاهد، وهذا خطر كبير على الأجيال الحالية التي حقيقة تعاني كثيرا جراء البطالة وجراء الظلم وتكميم الأفواه وانتشار المخدرات. يضاف إلى ذلك البعد الاجتماعي وهو البعد الثالث والبعد الخطير الذي تسبب حقيقة بتدمير المجتمع العراقي، مما أدى إلى انتشار حالات الطلاق وكثير من حالات القتل وكثير من مشاكل التفكك الأسري. كل ذلك جاء بسبب انتشار المخدرات. يعني هل تعتقد بأن قضية أو الأبعاد الأخرى التي تفضلت بها بخلاف البعد الاقتصادي، عندما نتحدث عن وصول المخدرات إلى الشباب إلى الجامعات إلى المعاهد وكذلك التأثير على الوضع الاجتماعي في العراق، هل تعتقد بأنها نتيجة طبيعية لانتشار المخدرات أم أمر متعمد ومقصود أن تصل هذه المخدرات إلى الشباب من أجل إضعاف عماد العراق؟ يعني هؤلاء هم الذين سينهضون بالبلد، فإذا تم إضعافهم وتشتيتهم بهذا الشكل سيصبح العراق كما هو بلد ضعيف، بلد مسيطر عليه. هل تعتقد بأنها نتيجة طبيعية أم أنه أمر مخطط له ومدروس بعناية؟ هو أمر مخطط له واستهداف متعمد وممنهج للشباب العراقي. لذلك عندما تروج المخدرات في المدارس والجامعات يعني أنه استهداف ممنهج لهذه الشريحة المهمة التي تعد هي العصب الأساسي لبناء الأوطان. الشباب هم عماد هذه الأوطان وهم عماد مستقبلها، فعندما يدمر عماد البلد فإنك قد أجهزت على هذا البلد ودمرته مستقبله. لذلك إيران انتهجت هذا الخطوة، هذا الاتجاه، من أجل أن تحكم سيطرتها وقبضتها على العراق لأطول فترة ممكنة من خلال تدمير الشباب العراقي وجعلهم فريسة وأداة للمخدرات التي أصبحت تنتشر صراحة بشكل كبير ومتزايد بين أوساط الشباب. لذلك عندما نرى أن كثيرا من الأجهزة الأمنية نفسها هي من تروج المخدرات وهي من تتعاطى المخدرات، وهناك كثيرا حقيقة من القادة الأمنيين هم من يتعاملون ويعدون بارونات رئيسية في تجارة المخدرات أو في صناعتها وترويجها في المجتمع. وهذا ما يدل على فساد الأجهزة الأمنية وتواطؤها مع إيران بنشر المخدرات في الشارع. سنتطرق إلى هذه النقطة بالتحديد بعد قليل أستاذ عمر، لكن أرجو من حضرتك أن تبقى معي في برنامج منبر الرافدين. نستقبل اتصالات من مواطنين عراقيين ليشاركونا بالرأي في حلقتنا. معنا الآن السيد أبو علي من واسط. تفضل يا أبو علي، حياك الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رافدين ولضيفك الكريم حياك الله. اسمح لي استاذ اني بس اختلف معاكم برايي انه ايران. احنا ايران يعني بلد حاربها العراق 2 سنوات، شفنا انه ايران يعني هي تعتبر عدوها الاول، كان نظام البعث الحاكم، بعدين صاروا الحكام الموجودين هم تبع لايران. المشكله اخي مو بايران، المشكله بالاحزاب الحاكمه التابعه لايران اللي تنفذ ما تريده ايران. يعني ايران لو لاقي انه دوله ما تخضع لايران، ما تخضع لارادتهم، هل معقوله ينتشر المخدرات بالعراق؟ احنا احزابنا بس مو تريد تدمر الشباب، احنا احزابنا جاي تستفاد من تدمير الشباب. استفاد اقتصاديا ان هي اللي تهذب المخدرات وهي اللي تتاجر بها، وكذلك ان تستهدف من شرائح بس الشباب حتى الشباب ما ينهض مثل ما صار بثوره تشرين. نعم. كذلك حتى يسنون قوانين تؤدي للمدمن انه يتوجه للمخدرات، ولا هو منع الخمور بالبلد. احنا كنا كمسلمين نمنع الخمور، لكن اكو منع تدريجي، اكو منع اني يعني ارفع الاسعار حتى بعدين، بس اما تمنع مباشره حتى تخلي اللي يشرب الخمر يتوجه الى المخدرات، هذه كارثه. لذلك حتى انه اليوم الدوله اللي يتاجر بالمخدرات ممكن انه ينطي فلوس يتحول الى متعاطي. نعم. وحتى انهم المتعاطي ما يعالجونه استاذ الكريم، المتعاطي يسجنونه ويبيعون المخدرات عليه بالسجن. يعني تلاحظ انه دوله تشتغل كتاجر مخدرات بالبلد. احنا السبب الرئيسي الدوله. وانا اقصد بالدوله الاحزاب. طيب سيد ابو عمر، هل تعتقد بان حكومه السودان جاده بمكافحه المخدرات؟ اللي لو ضيفك استاذ لحضرتك سيد ابو عمر ابو علي عفوا ابو علي ابو علي نعم نعم. لا بالعكس مو جاده، لان اساسا هي من تكافح المخدرات هي تركض على المتعاطي، بس ما تركض على التاجر، ما تركض الى التاجر الرئيسي اللي يورد المخدرات. والحدود هي ما تمنع من الحدود، احنا يعني لو شفت الحمله الاخيره السعوديه الان على المخدرات حمله قويه من المصدر وكذلك عبر الحدود وبعدين تركض للتاجر او للمتعاطي. احنا لا، الدوله تركض على المتعاطي، وراح ننشئ لهم مراكز تاهيل، وانت اساسا صحه ما عندنا احنا، شو تركز مراكز تأهيل؟ طيب احنا المريض العادي ما يتعالج. انا اشكرك سيد ابو علي من واسط للمشاركه. استاذ عمر الحلبوسي اعود لك مره ثانيه، يعني استمعت الى راي السيد ابو علي من واسط، يقول بانه المشكله والخلل ليس بايران، ايران دوله لديها مصالحها تريد ان تستفيد، لكن الخلل والمشكله الحقيقيه بضعف من يحكمون العراق بعد 2003 وتواطؤهم، يعني وتواطؤهم. هل تتفق مع هذا الطرح انه ايران دوله مثل غيرها، دوله رات يعني بلدا ضعيفا سهلا، وبالتالي هي استطاعت ان تمرر بضائعها من ضمنها المخدرات، لماذا تلومون ايران فقط؟ لماذا لا تلام هذه الحكومه بشكل اكبر مما تلام عليه ايران لانها هي السبب؟ الحقيقه تحيه لكم للسيد ابو علي. الحقيقة أن إيران تلام بهذا الموضوع لأن كل الأحزاب الموجودة في العراق هي أدوات تابعة لإيران، وفعلا نحن كذلك نضع اللوم على هذه الأحزاب المحسوبة على العراق، ولكن في الحقيقة هي تابعة لإيران وتنفذ مخططات وأجندة إيران، وهذه الأحزاب أيضا تستخدم المخدرات لتمويل أنشطتها وتكوين إمبراطوريات اقتصادية لها. ولو وجدت إيران حقيقة حكومة صارمة لا تخضع لها، بالتأكيد لن تستخدم العراق لتصريف بضائعها من المخدرات وغيرها. وحقيقة أحدثت نقلة كبيرة في عالم المخدرات عندما قامت بجعل العراق بلدا تزرع فيه المخدرات وتنتج وتسوق إلى دول أخرى، وهذه حقيقة سابقة خطيرة بتاريخ العراق الذي كان يعد البلد الوحيد في العالم الخالي من المخدرات. هذه الحكومة المنصبة على العراق وهي حكومة الانتداب الإيراني هي حكومة تتحمل كافة المسؤولية، ومن خلفها رعاتهم الإيرانيون الذين جعلوهم يتحكمون في المشهد في العراق وينفذون كافة أجندة إيران السياسية والاقتصادية والعسكرية، فضلا عن نشر المخدرات
بين الأوساط العراقية أو استخدام العراق كممر لنشر المخدرات وتجارتها إلى دول أخرى. أستاذ عمر اسمح لي بدقيقتين نذهب إلى السيد كرار من الناصرية ثم أعود لحضرتك. تفضل يا كرار، حياك الله. كرار من الناصرية موجود؟ كرار فقدنا الاتصال. أستاذ عمر، يعني تحدث السيد أبو علي من واسط بنقطة حقيقة أيضا قد تكون مهمة وقد تكون خافية على البعض أو على كثير، أنه محاربة تجارة الخمور. يعني هل تتفق مع هذا الطرح أن هناك جهات سياسية وهناك ميليشيات تدفع هذه الحكومة بسبب العلاقات، بسبب التواجد داخل العملية السياسية من أجل محاربة الخمور في سبيل توجيه الشباب وأنظارهم وعقولهم صوب بديل آخر يذهب العقول، ألا وهي المخدرات، كنوع آخر ربما يكون أقل ثمنا وأكثر تأثيرا من ناحية المذهبات العقلية، وبالتالي تزيد من فرص ضخ مزيد من الأموال في هذه التجارة ليكنز أصحابها أو المستفيدون منها الكثير من الأموال أو المزيد من الأموال. بالتأكيد سيدي الفاضل أنا أتفق مع هذا الطرح. حقيقة لو تتبعنا أسعار الخمور وقارناها بأسعار المخدرات لوجدنا أن أسعار الخمور هي باهظة جدا، بينما أسعار المخدرات تروج بأسعار زهيدة جدا. وهنا يكمن الخطر الكبير جدا يا سيدي الفاضل، هو خروج الشباب ودفعهم من يعني من الخمور إلى المخدرات، كون إيران حقيقة تنتج المخدرات بكميات كبيرة جدا يا سيد الفاضل. وهناك حقيقة نقطة خطيرة جدا، هناك واحدة من الوسائل ترويج المخدرات الموجودة حاليا في المقاهي والكوفيات الموجودة في العراق، توضع هذه المخدرات إما في المشروب العصير أو توضع في الأراجيل دون علم حقيقة المتعاطي. وعندما يعتاد عليها هذا الشخص الذي يرتاد هذه الكوفيات تروج له مرة أخرى مقابل أثمان حقيقة مالية بسيطة من أجل إدمانه. نقطة أخرى كبيرة جدا حقيقة كشفت قبل أيام في إحدى المدارس في محافظة الأنبار أن هناك أشخاصا يرتادون أبواب المدارس في أوقات نهاية الدوام ويوزعون على الطلاب حلوى، وعندما فتحت هذه الحلوى وجد بداخلها حبوب مخدرة. وهنا يكمن الاستهداف الخطير حقيقة لكافة الفئات العمرية للمجتمع العراقي، مما يعني أن الأحزاب والميليشيات وإيران متعمدون تدمير المجتمع العراقي بكافة فئاته. طيب هنا سيد عمر نأتي إلى جزئية جوهرية في حلقتنا، ألا وهي المؤتمر الإقليمي لمكافحة المخدرات الذي عقد في بغداد، والذي وعد من خلاله السوداني بمكافحة المخدرات وتجفيف منابعها. ما الأدوات التي يمتلكها السوداني للخروج بهكذا وعد وهكذا تصريح، إن كان هو جزء من عملية سياسية تتهم أركانها بأنها متورطة بتجارة المخدرات وتسهيل دخولها إلى العراق، يضع يده بيد زعماء الميليشيات الذين يعتبرون هم صمام الأمان وحماة هذه التجارة، كيف يستطيع مكافحة المخدرات وما هي الأدوات التي يمتلكها؟ أولا المؤتمرات التي تنظمها هذه الحكومة هي تستخدم حقيقة إما للبهرجة الإعلامية ولخلق شو إعلامي لها، وثانيا هي مصدر من مصادر الفساد وسرقة الأموال بحجة إقامة المؤتمرات، هذه أولا. الجزئية الثانية أن هذه الحكومة حقيقة غير جادة بمحاربة المخدرات. السوداني هو يمثل الإطار التنسيقي، وهذا الإطار يتكون من الفصائل المسلحة التي هي بالأساس تتاجر في المخدرات وتعتاش على تجارة المخدرات، سواء تجلبها من إيران أو تقوم بزراعتها وإنتاجها في العراق أو تأتي بها من سوريا. لذلك هذه الحكومة غير جادة بمحاربة المخدرات ولا تمتلك أدوات محاربة المخدرات، لأن هذه الحكومة هي أساسا من تروج المخدرات، كونها حكومة فصائل مسلحة مثبتة دوليا عليها التعامل ونشر المخدرات في العراق وفي الدول المجاورة. لذلك هو غير جاد وغير صادق حقيقة بما يقوله، وأن هذه الوعود التي قدمها السوداني هي مجرد زوبعة وكلام لا
أساس له من الصحة إطلاقا حاله حال كافة الوعود التي طيب. قدمها ونكث فيها. أعود لحضرتك بعد قليل أستاذ عمر. معنا السيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا هاي مادة المخدرات يعني عرفناها بعد الاحتلال، بعد ما سيطرت الميليشيات والاحزاب الاسلامية على دفة الحكم انتشرت هاي المواد المخدرة وانتشرت بالشارع العراقي، وحتى زراعة العراق الان متهم في هاي زراعة المخدرات. نعم. لها غطاء ديني احنا نعرف، لان اغلبية المراجع ما نزلوا فتاوى يعني صارمة بالضد من هذا الترويج أو التجارة. احنا شلون تدخل للعراق يعني هاي المنافذ الحدودية من اللي مسيطر عليها؟ احنا نعرف اكو مكاتب اقتصادية، هيئة الجمارك ووزارة المالية هي المسؤولة عن دخول هاي المواد، وحتى حرس الحدود المفروض بيهم من تدخل للعراق ويمسكون هاي المواد المخدره. وصارت اكثر من قضيه، مسكوا ملايين الحبوب. نعم. اللي يتعاطون بها التجار او يبيعون بها، شلون دخلت البلد؟ احنا نعرف منابعها هي لبنان وسوريا، والان العراق ايضا متهم زراعتها. المفروض وزاره الداخليه تكون جاده وصارمه بمحاربه التجار ومن خلف التجار اللي نعرف احنا محميين من يعني قبل. يعني انت سيد صباح ذكرت نقطه الغطاء الديني، يعني السؤال هو، وذكرت انه لماذا لا توجد فتاوى بمحاربه او مكافحه هذه المخدرات او حث الشباب عن الامتناع عن شرائها وما الى ذلك. السؤال هو، هل يلتزمون أو تلتزم هذه الأحزاب أو هذه الميليشيات المتورطة بتجارة المخدرات، هل تلتزم بهكذا نوع من فتاوى أو هكذا نوع من خطب أو كلمات أو تحذيرات من قبل الجهات الدينية، أم أنها تأخذ فقط ما ينفعها كفتوى الجهاد الكفائي التي شكلت ميليشيات الآن هي أصبحت إمبراطورية ودولة داخل دولة؟ ولكن ماذا عن الخطب وماذا عن الكلمات المتعلقة بمحاربة الفساد ومحاربة المخدرات؟ لماذا لا يسمع أحد؟ بالطبع احنا نعرف اكو صمت ديني باتجاه هاي المخدرات، اللي لان احنا نعرف اكو يعني ترويج لان تجارتها حلال في سبيل يدعمون نفسهم، مثل حزب الله والحرس الثوري وايران مشهوره بهاي الزراعه، والان العراق وسوريا ايضا لهم باع بهاي الزراعه والتجاره. فشوف التجار اللي يدعمون هاي الملايين الدولارات اللي تجيهم يدعمون ميليشيات رئيسيه، فشوف الصمت الموجود من المراجع وعدم محاربتهم لهاي الترويج هاي المادة المخدرة اللي تأثر على المجتمع العراقي والمجتمع العربي. الصمت أكو، إذن أكو اتفاق بيناتهم بأن هذا الموضوع ما يتم محاربته دينيا أو حتى أمنيا من قبل الحكومة العراقية. وشوف الانتشار الواسع اللي صار إلا غطاء يا أما أمني يا أما ديني يا أما سياسي، ما حد جاي يتكلم. يعني ماكو يعني محاسبة المتورطين من تجار ومن ناس مهربين يدخلوها إلى داخل العراق. لو يتم محاسبتهم والقصاص منهم بصورة صارمة ويكونون عبرة في سبيل هاي المادة يمنعوها، لأن تجارتها قبل بالقانون العراقي قبل 2003 اللي تاجر بيها نعرف احنا عقوبتها الإعدام. وتشوفها قبل 2003 كان موضوع المخدرات صفر عندنا احنا بالعراق، لكن منو سمح لهم؟ اعطاهم غطاء ديني وغطاء أمني، وشفنا احنا متهمين عدة شخصيات سياسية والميليشياوية تابعة للحشد وشخصيات تابعة لوزارة الداخلية عقيد وعميد وغيرها وضباط ايضا متهمين بالترويج الهاي. وشفنا احنا احد ابناء المسؤولين مثل محافظ النجف ابن ملازم اول يداوم بالمخابرات وبالامن الوطني ويحمل عدة صفات هو منتسب وتاجر بها، والان هو طليق هو في دولة عربية وقاعد وساكت ويتنعم ملايين بعفو رئاسي. بعفو رئاسي هاي لا تنسى، بعفو رئاسي، لكن ايش قد من امثاله ما ممسوكين لحد الان. ما حد يقدر القانون ما حد يقدر يحاسبه. انا اشكرك يعني سيد صباح، شكرا جزيلا للمشاركة. استاذ عمر، لماذا تتهم الأحزاب وفصائلها المسلحة بانتشار المخدرات في العراق؟ لماذا تتهمون من قاوم داعش؟ لماذا تتهمون حماة الوطن، حماة العرض؟ لماذا دائما تلصقون هذه التهم بمن يحمل السلاح من هؤلاء؟ لماذا أنتم هكذا تتهمونهم؟ لأن هذا الأمر مثبت عليهم أنهم هم يقومون بترويج المخدرات. يا سيدي الفاضل، على سبيل المثال أن
أن منظمة بدر هي من تدير معبر مندلي الحدودي مع إيران. نعم. والعصائب تدير المعبر الآخر هو منسب زرباطية. هذه المناف الحقيقة هي ممرات رئيسية لتجارة المخدرات التي تنفذ من إيران إلى العراق، فضلا عن أنشطة أخرى لإنتاج المخدرات وترويجها. هذه الفصائل الميليشياوية التي كونت ما يسمى حقيقة، ما نسميه نحن في الاقتصاد حقيقة مصطلح الاقتصاد الأسود، الذي يتكون من مجموعة من الأنشطة الغير شرعية بما فيها تجارة المخدرات وتجارة الأعضاء البشرية وغسيل الأموال وإلى آخره من الأنشطة الأخرى. جاء هذا الاقتصاد الأسود الذي نما للأحزاب والميليشيات وكون لها امبراطوريات كبيرة واقتصاد كبير، جاء على حساب تدمير الاقتصاد الوطني للعراق وتدمير المجتمع العراقي من خلال عدة أنشطة غير مشروعة تقوم بها هذه الفصائل والأحزاب المكونة لها. ويضاف إلى ذلك يا سيدي الفاضل، نعم، أن هذه الأحزاب والميليشيات حقيقة هي من تمسك زمام الحكم في العراق، ولذلك هي المتهم الأول بتجارة المخدرات وهي صاحبة السلاح كذلك، فضلاً وصاحبة السلاح فضلاً عن هي من تصدر العفو الرئاسي وهي من تصدر القرارات التي تبرئ هؤلاء المجرمون الذين يتاجرون بالمخدرات، علما أن هناك عديد من الأجهزة الأمنية وعديد من التشكيلات الأمنية مثبت عليها أنها تستخدم السيارات الحكومية بنقل المخدرات بين المحافظات الأخرى، وهي من ترعى عملية ترويجها وتوزيعها في الشارع العراقي. لماذا لم نرى هذه القوة الضاربة لهذه الميليشيات التي يقدر أعدادهم بأكثر من 250 ألف مقاتل اللي هم الحشد، وكذلك الأجهزة الأمنية بقوات مسلحة بتجهيزات وصلت إلى أكثر من 180 مليار دولار منذ عام 2003 إلى يومنا هذا؟ أين هم من مزارع المخدرات المنتشرة في محافظات وسط وجنوب العراق، من المصانع التي تحول هذه النبتات إلى حبوب، من هذه الإمبراطوريات التي تأسست؟ إذا كانوا هم بعيدون عن تجارة المخدرات وليسوا متورطين فيها، لماذا لا نرى حملات أمنية ونرى جهد استخباراتي وهذه الاستخبارات وغيرها والطيران وغيرها من هذه العمليات التي تتواجد دائما في المحافظات المنتفضة، المحافظات المنكوبة، لماذا لا نراها في وسط وجنوب العراق لمكافحة المخدرات؟ بالتأكيد لم تقم بمثل هكذا أنشطة، لأنها هي من ترعى تجارة المخدرات. ولذلك يا سيدي الفاضل، لماذا تصر ميليشيا حزب الله وإيران على عدم عودة أهالي ناحية جرف الصخر إلى سكناهم؟ لأن مناطقهم الزراعية حقيقة تنشط فيها زراعة المخدرات، ومنازلهم حولت إلى ورش وإلى معامل لصناعة المخدرات، إذ تعد حاليا جرف الصخر، وحتى مناطق سنجار هي من المناطق الرئيسية التي تنتج وتزرع فيها المخدرات. لذلك تصر هذه الميليشيات وهذه الفصائل والأحزاب على عدم محاربة المخدرات وعلى عدم عودة سكان هذه المناطق من أجل البقاء على استغلال مناطقهم واستغلال أراضهم ومنازلهم لإنتاج وزراعة المخدرات. لذلك هم لم يقوموا بأي جهد لمحاربة المخدرات، كون المخدرات تشكل العصب الاقتصادي لهذه الفصائل الميليشيات. أرجع لحضرتك بعد قليل أستاذ عمر. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نتابع الجزء الآخر من استطلاع الرأي الذي أجريناه في الشارع العراقي. جئناكم بآراء مواطنين آخرين بشأن جدية الحكومة في مكافحة المخدرات، من الذي يتحمل مسؤولية تحول العراق إلى مصنع كبير لتجارة المخدرات وممر إلى دول أخرى، ومن الذي قاد شباب العراق إلى أن يصل عدد كبير منهم ب50% تقدر الأعداد من المتعاطين ومدمني المخدرات؟ لنشاهد ثم نعود. احنا الاول والاخير والشيء الاساسي هو الدوله، الدوله هي تتبنى هذا الشيء، وهي لازم تراقب الشباب من حيث التصرف، الرقابه الاجتماعيه اللي راح تصير، لان هسه احنا كل المجتمع منفلت تقدر تقول عليه، وين ما كان راح يتواجدون للصبح هم ما يناموا بالقهاوي وبالمقاهي نقدر نقول عليها، وما نشوف اي رقابه من الدوله تجاه المواطن، خاصه هاي الشباب يعني اللي جاي تمشي اصلا دايخين عبالك ما اعرف شنو. لا ما اشوف اي جديه حتى اثناء التفتيش، احنا هسه بالطريق جينا ومن فتشنا صار تفتيش بس كلاوات، يعني هيجي التفتيش الاساسي مو هيك يصير، يعني علني اصلا اذا اشتغل بهي الشغله راح مباشره ارتب قبل
قبل السيطرة وبعد السيطرة بحيث ما أخلي، بس لا هي أكو عناصر أمنية المفروض هي جادة وتشتغل بهذا المجال. نقول مثلا الأحزاب متورطة بهذا الشيء، وهي اليوم نحن كنا كعراقيين نعرف الأحزاب هي لها يد بكل هاي المواضيع، فإحنا شو نقول؟ نقول جهة عندنا حكومة وعندنا دولة، هي ما يصير يعني دولة بطنها دول، فما يصير الدولة المفروض هي تأخذ إجراءها اللازم بهذه المواضيع. تكون الدولة تحرك أنفسها، يعني ما إحنا الدولة إذا بين اللوم عليها ويا ماكو ما تتحرك نهائياً. وهسه يشوف مظاهرات لا تلبي طلب المواطن، وكأنما المواطن بدولة عايش وهم بدولة عايشين، أهم شيء مصالحهم الخاصة. والله هي يعني لازم الحدود تنضبط، على الجهات الأمنية يعني تتحمل المسؤولية. الجهات الأمنية هي المفروض تسيطر على الحدود، حتى ما تدخل من الحدود تدخل من حال. يعني على الجهات الأمنية الموجودة الماسكة الأرض بالحدود. والله هي اكو يعني اكو جهات اللي تعبرها يعني، وحدود مفتوحة يعني حدود مفتوحة، وإذا تروح أي شيء تدخلها. والله انتشار المخدرات يعني سببها التخلف هذا، لأنه الشباب قامت تلجأ هذا الشيء. والله نحمل مسؤولية الدولة الحكومة، ونريد من الله وأهل البيت كل واحد اللي يبيع واللي يجيب واللي يشارك بهاي الأمور التعبانة البهذلة ولدنا وبلدنا بالمخدرات المنتشرة عندنا بالعراق، أسأل من الله وفاطمة الزهراء وصاحب الزمان اللي يقضى عليهم في الدنيا والآخرة، السجن الدنيوي والآخر إن شاء الله. موجودة عندنا قوة ومتكاتفين، بس ما جاي نشوف فعل، نريد بعد أكثر، بعد نريد حركة أزيد. ماكو عرف هذا عرف هذيك، اشتغل لله، أصدق مع الله، وانت جاي تداوم بلدك وتحافظ على اخوانك، هذا تأديبيا. اليوم احنا نخاف على ولدنا، ليش يسجنون؟ على مود يقطعون هذا الشيء المزير للمضر. كل واحد يشارك بهاي المواضيع التعبانه، اريد من الله واهل البيت اللي شهره امام الناس، مو يستر باسم الدين، لا يستر باسم الدين، خلي واحد يخلي عينه بعين الله، وهذا هلاك البلد، هلاك للبلد. اريد من الله يهدينا ويهدي الجميع على صلاة المستقيم، والله يوفقكم ويستر عليكم إن شاء الله. كلمات طيبة من مواطن عراقي مشاهدينا الكرام، ومن بقية الأخوة اللي جئناكم بآرائهم. نستمع الآن سريعا إلى رأي السيد عبد الرزاق من بابل. تفضل يا عبد الرزاق، حياك الله. عبد الرزاق، السلام عليكم، شلون أستاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك وضيفك الكريم، حياك الله. أستاذ محمد، مسألة المخدرات أنا أشوفها هي هذه مؤامرة على الشعب العراقي، مؤامرة دولية وإقليمية. نعم. وبالدرجة الأساس إحنا نحمل الدولة والحكومة العراقية وبالأخص وزارة الداخلية عليها تتحمل مسؤوليتها وتحمي الشعب العراقي من هاي الملوثات والسموم العقلية، لكنه بالدرجة الأساس إحنا نتأمل ونطلب من العائلة العراقية أن تتابع أولاد الأسرة العراقية. نعم. أن لا يكون الحلل والتفكك الأسري، لأنه هذا هو اللي يعني الصراحة هو هذا أس المشكلة المجتمعية داخل العراق. لكنه لما تكون العائلة متكاتفة والأب يتابع أولاده، نقدر نسيطر على جزء من المشكله اللي نعم. اصبحت اليوم مشكله يعني دوليه، هذه بالنسبه للمخدرات والسموم العقليه. نعم. فبالدرجه الاساسيه استاذ محمد، هو الاسره العراقيه عليها ان تتحمل مسؤوليتها وتتابع الابن ويا ما يلتقي ووين يروح. نعم. اما اذا نعطي للابن الحريه المطلقه والحريه الكامله، لا، هذا راح يروح متاهات. وبعدين في بلد فاسد كالعراق، في بلد فاسد كالعراق، اذا من السهوله ان تصل الى الشباب عن طريق المخدرات او غيرها. صحيح استاذي، استاذ محمد صحيح، قلت لك يعني بدايه كلام حمل الحكومه العراقيه. نعم. لكنه بالدرجه الاساس العائله العراقيه والاسره العراقيه تحمل مسؤوليتها. نعم. انا اشكرك سيد عبد الرزاق، اعتذر منك طبعا لضيق الوقت، لكن النقطه واضحه ومهمه للغايه.
سنأتيها بعد قليل مع ضيفنا، لكن الآن أستاذ عمر من الناحية الاقتصادية، حضرتك خبير اقتصادي، ما مدى تأثير تنامي تجارة المخدرات في العراق وتعاطيها على الاقتصاد العراقي؟ حقيقة تأثيرها كبير جدا، وهناك حقيقة أمر بالغ الأهمية أن انتشار المخدرات في العراق حقيقة كون لإيران ولفصائلها مصادر تمويل كبيرة جدا تعود عليها بمليارات الدولارات سنويا، وهو ما قوى ميليشيات إيران وفصائلها وأدواتها، حتى أن إيران تعتمد كجزء أساسي من تمويل موازنتها من خلال تجارة الممنوعات والمخدرات جزءا منها. فضلا عن أن انتشار المخدرات في العراق يتسبب بخسائر كبيرة جدا في الوسط العراقي والاقتصاد العراقي، كونها تأتي على تدمير الاقتصاد الوطني وتدمير المجتمع العراقي بالوقت نفسه، يشهد الاقتصاد الأسود التابع للميليشيات والأحزاب الحاكمة وإيران انتعاشا كبيرا بسبب نمو تجارة المخدرات في العراق بشكل كبير جدا، فضلا عن استخدام العراق لزراعة المخدرات وترويجها في الدول المجاورة. طيب، هناك جزئية تتعلق بوعود السوداني، كيف يمكن تحقيق هذه العدالة بمكافحة المخدرات بمحاربة تجارها ومروجيها إذا كان القضاء في العراق يبرئ تجار المخدرات، إذا كانت الحكومة من رئيس الجمهورية فما دون تصدر العفو الخاص عن تجار المخدرات كما حدث مع نجل لؤي الياسري محافظ النجف السابق جواد اللي ألقي القبض عليه يعني متلبسا بهذه المواد وبالسلاح وبالهويات المزورة وأخرج بعفو رئاسي، كيف للسوداني أن يكافح المخدرات ويزج بالمتهمين في المعتقلات والحكومة أيضا تعود مرة أخرى لتبرئهم بعفو رئاسي؟ يا سيدي، السوداني ما هو إلا ممثل في سرك العملية السياسية، لا يستطيع حقيقة أن يحارب المخدرات ولا يمتلك أي أدوات، لأن من جلبه ووضعه في سدة الحكم هم تجار المخدرات، وأن من يرعى العملية السياسية هي إيران، هي راعية زراعة وانتشار المخدرات في الشرق الأوسط، وهي أحد كبار المروجين حتى في العالم. لذلك السوداني لا يمتلك أي أدوات ولا يمكنه محاربة المخدرات، فضلا عن أن القضاء في العراق هو حقيقة قضاء فاسد الذي يحكم سجناء بجرائم لم يقترفوها، وقبل أيام نفذ حكم الإعدام بأشخاص برأهم مسبقا من الجرائم التي نسبت إليهم، بينما تجار المخدرات والذي مثبت عليهم قانونيا يصدر بحقهم عفوا رئاسيا. لذلك لا يستطيع السوداني ولا أي من رؤساء الوزراء الذين سبقوه وحتى من سيأتي بعده أن يكافح المخدرات في ظل سيطرة إيران وميليشياتها على العراق، لأنه من يأتي إلى سدة الحكم برعاية تحالف إطار المخدرات. في سؤال الأخير لحضرتك والنقطة اللي ذكرها السيد عبد الرزاق من بابل وهي نقطة مهمة، هل يمكن إلقاء اللوم فقط على الحكومة لأنها فقدت السيطرة أو ربما متواطئة بعملية تجارة المخدرات وانتشارها في العراق، أم أنه هناك دور أو ملامة يجب أن تقع على الأسرة العراقية على عوائل الشباب بأنهم يجب أن يسيطروا أو كان عليهم أن يحذروا ويحذروا أبنائهم عن طريق التوعية الأسرية من مخاطر هذه المخدرات، من المؤثرات التي قد تقع أو التأثيرات التي قد تأتي نتيجة التعاطي؟ إذن هل تتحمل الأسرة العراقية مسؤولية فيما يحصل الآن من قضية انتشار المخدرات؟ يا سيدي الفاضل، الجزء الأكبر يقع على الحكومة العراقية التي لم تأخذ دورها الحقيقي بمحاربة المخدرات. وإلا كيف لها المخدرات أن تصل إلى السجون؟ السجون من يتحكم بها؟ يتحكم بها الحكومة، ونحن نعلم جيدا وهناك كثير من الشهادات من السجون تثبت أن الحكومة تبيع المخدرات بشكل إجباري إلى السجناء في السجون وزارة العدل. فكيف للعائلة أن تلاحق أبنائها المسجونين ظلما بسبب اتهامات كاذبة من المخبر السري وتمنع وصول المخدرات له؟ صح هناك دور على العائلة العراقية أن تحافظ على أبنائها، لكن العائلة العراقية كيف لها أن
هل يمكن لها أن تحافظ على كيانها وعلى ابنها من كل الجرائم المنتشرة من تجارة المخدرات؟ هذه الحكومة وهذه الميليشيات والأحزاب حقيقة تتفنن بعملية نشر المخدرات في العراق، وأصبح انتشارها واسع وسهولة الوصول إليها وتعاطيها في ظل حقيقة انتشار كبير ومتخم جدا في الشارع العراقي، كون هذه الحكومة وهذه الأحزاب متعمدة بنشر هذه المخدرات في وسط الشارع العراقي من أجل إذهاب العقول وإبعادهم عن النقم على هذه الحكومة وجني الأموال بالمرتبة الأولى. بالتأكيد جني الأموال وتثبيط هذا الشعب عن القيام بواجبه الحقيقي بالثورة ضد هذه الحكومة. أستاذ عمر الحلبوسي الباحث الاقتصادي، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا لمشاركتك معنا وتواجدك معنا في هذه الحلقة من منبر الرافدين. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة وحسن الاستماع. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء.